يلا خالي زاهدة خليني وصلك على البيت. لا ما بدي اروح، رح استنى ابني هون. ليش الدكتور لهلا ما طلع؟ اكيد عم يحكي وان شاء الله رح يقنعه، لك حتى صوتهم ما عاد طلع وما عاد سمعنا عياطهم. قومي روحي على بيتك، انا بجيب مصطفى وبجي. خليني استنى معك امين. يلا زاهدة يلا قومي خدها وصلها على البيت الله يرضى عليك. يلا خالي زاهدة قومي معي. بعرف انه نحن مستحيل نحس بالشي اللي انت حاسس فيه يا مصطفى، الله اعلم قديش انت متضايق هلا. صادفتني كتير قصص مثل هي، يا ما مرق على راسي خلال حياتي المهنية صدقني، وردت فعلك هي طبيعية. الوضع كتير مؤلم عن جد، ما فيك تتحمل هيك شي. انت معك حق بس لازم تفكر بفاطمة. مرحبا. يا فاطمة. شوفي. ولا شي. كيف ولا شي؟ شفتك عم تحاكي، شو كان عم يقول لك؟ سألني عن الحمام. والله شو معناك مصدقني؟ يلا امشي خلص شغلك هون، يلا على البيت. اللي بدي اياه منك انه تهدى وتحط عقلك براسك وتركنا نشوف شغلنا، اتفقنا مصطفى؟ واسمع شو بدي اقول لك الدكتور، واعمل مثل ما بيقول لك. عفوا. الو فاطمة تركت المستشفى؟ ايه مصطفى، قال البنت ارتعبت لما خانقتها لهيك ما بدها تضل بالمستشفى. بس انا ما اذيتها ابدا. الليله رح نستضيفك عنا. لك انا ما بسخق المسا ومستحيل اذيها، صدقني انا بحبها. عود هون.